نشرة مفصلة للأخبار نستهلها بالعناوين. في اليوم السابع من الاحتجاجات في لبنان مواقف لمرجعية دينية والرئيس عون يتحدث اليوم عن المستجدات الأخيرة. ترامب يعلن تغيير مسار السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ويؤكد الإبقاء على قوات في سوريا لحماية آبار النفط. الجيش السوري يدفع بتعزيزات إلى الشمال بعد إقامة 15 مركزا على الحدود ودوريات مشتركة روسية تركية في المنطقة. لجنة التحقيق العراقية تصدر تقريرها حول الأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة، وبغداد تستعد لتظاهرات جديدة غدا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس. قيس سعيد يقسم اليمين الدستورية رئيسا لتونس ويؤكد مناصرة بلاده لكل القضايا العادلة وأولاها القضية الفلسطينية. أهلا بكم. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون سيوجه ظهر اليوم رسالة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة. هذا الإعلان جاء فيما تتواصل التظاهرات في لبنان لليوم السابع على التوالي احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة. تقرير فاطمة قاسم. يسقط حكم الأزعر. نحن الشعب الخط الأحمر. يصر اللبنانيون على مواصلة حراكهم الذي بدأ ليلة الخميس الماضي. ساحات ومرافق مختلفة يتفقون على ضرورة الاتجاه إلى التظاهر أمامها كوزارة التربية ومصرف لبنان. هذا الشارع حيث المصرف المركزي في بيروت بات ساحة احتجاج جديدة للمتظاهرين الذين يريدون استعادة الأموال المنهوبة ويناددون بالهندسة المالية لحاكم المصرف رياض سلامي في صرخة مطلبية تنادي بإسقاط حكم المصرف ومحاسبة الفاسدين والسارقين. نحن هلأ عم نحاول أنه ننوع الساحات بس لحتى نوصل صورة أنه نحن شعب مثقف ونحن بنعرف وين الضرر الأساسي من وين جاي. نحن هلأ جينا عم نتظاهر قدام مصرف لبنان لأنه مصرف لبنان هو عبر كل هيدي العقود بعد الحرب الأهلية هو اللي شارك بوضع السياسات النقدية للبنان. يا سنيورة ويا غمشار يا سنيورة. هون بؤرة الفساد، هون بؤرة السمسرات، هون بؤرة المؤامرات على لبنان. يوم رياض سلامي صورونا إياه بفترة كأنه إله هو اللي مخلص الاقتصاد، طلع هو اللي مغرق الاقتصاد. مصرف لبنان هو الوجهة الصحيحة لأي مظاهرة بتكون، لأنه هذا المتحد الاجتماعي العابر للطوائف وعابر للأحزاب وعابر للمذهبية لازم يعرف أنه هذه السياسة الإفقارية اللي اعتمدها حاكم مصرف لبنان خلال 10 سنين ركبت علينا ديون تتجاوز 64 مليار دولار. ليش نازلين على التظاهرة؟ نحن نازلين لإعادة الأموال المنهوبة كلها، ومثل مثل أي حدا هون مواطن لبناني كل قرش سرقوه بدنا نرده. كل الديون اللي علينا الهندسات المالية بين هلالين، هي هندسات مالية، هي تأمرات مالية، كل الضغوطات الأمريكية اللي عم تتنفذ علينا هي من قبل هذا المصرف. ومع استمرار قطع طرق رئيسية وداخلية وفي ظل انتشار وحدات الجيش يندد المتظاهرون على امتداد الخارطة اللبنانية بالطبقة السياسية وبالحكومة التي يرون أنها أمعنت في الإخفاق في تلبية احتياجاتهم. الطبقة الحاكمة بهالبلد عم بتحاول تكسر كرامة الإنسان وعم بتحاول تقتله عزة نفسه. أنا هلأ طالبة عم بتعلم سياسة بالجامعة وطول عمري بحلم بلبنان بقدر يجتمعوا الناس بلا طايفية. السقف العالي لدى المحتجين في الشارع لا يزال غير خاضع لأي نقاش ضمن أزمة يبدو أنها لن تحل قريبا. فاطمة قاسم، بيروت، الميادين. ومعنا من ساحة رياض الصلح في بيروت مراسلة الميادين فاطمة قاسم، ومن ساحة الشهداء في بيروت أيضا معنا مراسل الميادين محمد الجرادي. تحية لكما، ويعني منذ ساعات طويلة وأنتما ترافقان المتظاهرين. الوضع حاليا حيث أنت فاطمة، حال الطرق المحيطة أيضا؟
نعم أيمن، يعني بدأنا جولاتنا مبكرا هذا اليوم، والآن أنا موجودة في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، الساحة المركزية للتظاهرات التي بدأت منذ 7 أيام ومستمرة هنا الساعة 2 يعني تخطت منتصف الليل في بيروت، وما زال المتظاهرون موجودون في هذه الساحة يقيمون الخيام، ومنهم من يبيتون في هذه الساحة. ما زالت مطالبهم كما يقولون تحت مظلة العلم اللبناني الموحد، مطالب موحدة، استعادة الأموال المنهوبة والمطالبة باستقالة الحكومة واستقالة مجلس النواب وبمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة والفاسدين والسارقين وبإسقاط حكم المصرف. البعض يعني شهدت هذه الأيام الأخيرة تحول أو اتفاق بعض المتظاهرين إلى التوزع على ساحات عديدة أو مرافق عديدة مهمة للتركيز على بعض الأهداف كمصرف لبنان، يطالبون بإسقاط حكم المصرف نظرا إلى السياسات الاقتصادية والنموذج الاقتصادي الذي أثبت فشله بالنسبة للبعض. ومعي هنا بعض المتظاهرين الذين يريدون الإدلاء ب يعني بعض ما يريدون قوله. نعم، يعني لماذا ما زلت في هذه الساحة اليوم؟ أول شيء كرمال كل مطالبنا، كل المطالب اللي نحن بدنا إياها كلها تتحقق، نحن ما راح نفل قبل ما ناخذ كل شيء نحن بدنا إياه، ما حدا يضحك علينا. ثاني شيء أنا في عندي شيء ثاني بدي أقوله، نحن شو اللي حرق لنا قلبنا أكثر شيء حتى نزلنا على الطريق؟ بهذا المظاهرة بشكل كامل غايب موضوع الجبال كلها اللي احترقت، كل شجرة اللي احترق، بشكل كامل غايب الإعلام عن موضوع الشجر اللي احترق وجبال، وما عرفنا شو رجع صار بهذا الموضوع. بس هيك مثل سؤال صغير، ليه هون بهذا المظاهرة ما بقى حدا ذكر هذا الموضوع؟ صح نحن عنا مطالب كتير كبيرة، بس ما ننسى أنه احترق كل جبالنا. يا حرق روح اللي مات فيكم. نعم، وأيضا لماذا ما زلتم موجودون في هذه الساحة؟ أول شيء أنا من المغربين اللبنانيين، بداية نحن كل هالمطالب اللي محطوطة، بعدين كل هالمطالب الموجودة، يعني مش ما في شيء واقعي، كله خيالي، ما في شيء تطبيقي. نحن فقدنا الثقة بهيك حكومة، فبدنا برلمان جديد. يعني كيف نحصل على برلمان جديد اذا ما نضل محافظين على دوله؟ بدنا استفتاء شعبي لانتخابات مبكره، بدايه تغيير قانون الانتخابي، بهيك نقدر نحصل على قانون انتخابي جديد لنحصل على برلمان لنجيب كل مطالبنا. نعم، كنت تتحدث عن الغاء الطائفيه السياسيه، يعني ماذا تريد ايضا من هذا؟ بالدستور اللبناني في بنود بتقول ضد الطائفية السياسية، طول ما موجودة الطائفية السياسية هيدا بيرجع البلد لورا واقتصاد البلد لورا، كرمال العالم كله خايفين من بعضها من طائفته، كل واحد بعامل الثاني على طائفته، فهيدا الشيء بس ينلغ الطائفية بين الكل وننزل تحت شعار لبنان كل شيء بيتحسن وإن شاء الله بننجح بالثورة. نعم، إذا أيهم ما زال المتظاهرون هنا في ساحة رياض الصلح لديهم الأمل بالتغيير ولا يريدون أن يخفضوا من سقف المطالب الذي بدأ منذ ليل الخميس 17 من تشرين الأول أكتوبر. نعم أيهم، هذا الوضع في رياض الصلح. أنتقل إليك محمد، حيث أنت في ساحة الشهداء، أعداد المتظاهرين أيضا، حال الطرق المحيطة. نعم أيهم، مع انتصاف ليل بيروت ودخول هذا الحراك أسبوعه الثاني، ثمة مؤشرات ومعطيات تشي بأن الحركة لم يعد مطلبيا بحت، لم يعد عفويا. كنا في رسالة سابقة مع أحد أعضاء هيئة تنسيق الثورة كما أطلقوا على نفسهم بالأمس وأعلنوا عن نفسهم بأنهم هيئة من صلب هذا الحراك المجتمعي من 40 حراك ومجموعة تطالب السلطة بإصلاحات جذرية، بدءا من النظام السياسي إلى قانون الانتخابات العصري إلى مجمل المطالب الاقتصادية والقضاء، الأمور المطلبية التي يناشدون بها أحزاب السلطة. بجولات سابقة لنا اليوم بين جل الديب، ساحة رياض الصلح، هنا في ساحة الشهداء، وأيضا في أمام مصرف لبنان، الشعارات بدأت تأخذ منحا توعويا أكثر بالمضمون السياسي والمطلبي، لم تعد مجرد فشة خلق إذا صح التعبير. بعد 7 أيام اليوم، نحن ندخل اليوم 8، باتت المطالب تأخذ منحا أكثر تصاعديا نحو أجندة باتت أوضح
من اليوم الأول الذي بدأ فيه هذا الحراك كرد فعل على بعض القرارات الحكومية، ليتحول الحراك اليوم إلى فعل، هو من يريد أن يفرض أو يطرح أجنداته وفق ما يراه مناسبا. عدة مؤشرات كما سبق وقلت لك، منها مراحيض متنقلة، منها مراكز ثابتة ومتنقلة للأجهزة السلكية واللاسلكية، كلها تشي بأن أمد التحرك ربما قد يطول إلى مدة نحن نجهلها حتى الآن، الشارع يجهلها، السلطة تجهلها حتى الآن. لكن بدأنا نسمع من المتظاهرين، وكما سمعنا من قادة هيئة التنسيق الثورة كما أطلقوا على نفسهم، أن هناك مدخلا للحوار مع السلطة. كل هذا هو قبل كلمة رئيس الجمهورية المرتقبة منتصف ظهر الغد. معي هنا مجموعة من الشباب التي تريد أن تعبر عن آرائها وتثبت للسلطة جدوى حضورها إلى الساحات وعدم انكفائها عن الساحات وعدم تقلص أعدادها، إنما لتشكل مزيد من الضغط على السلطة في تحقيق إصلاحاتها والمطالب التي تناشد من أجلها. حضرتك واحد من اللي عم يتظاهروا اليوم، أنت من أي منطقة جاي أول شيء؟ الضاحية. ممتاز. أنتوا اليوم بعد أسبوع من حضوركم على الساحة، بعدكم يمكن ما قدرتوا توصلوا للمطالب اللي بدكم إياها بشكل عام أو تأطروا حالكم أكثر وأكثر، أنتوا أول شيء عم تنزلوا على الساحة بس عشوائياً أم عندكم أجندات ومطالب محققة؟ أكيد كل العالم اللي عم تنزل على الشارع عندها مطالبها، ما راح يجوا ينزلوا عندنا غايمة هي المطالب اللي بدنا نطلبها من الدولة الكريمة، دولتنا الكريمة. حكوا إنه بدهم يعملوا هالأشياء اللي بدهم يعملوهم كذا بند، حكوا عنه ما يفرجونا على القليل شغلة معينة منهم، ما يقعدوا يحكوا عشي فاضي ولا تلتوا حاكي، يفرجونا يا خي بدنا عفو عام. هاي أول المطالب، لأننا عندنا 37,000 مطلوب بالبقاء، يا خي يعملوا لنا عفو عام وبيشوفوا من بعد هالشباب كيف بدها تسيسر أمورنا. بطلبوا من السلطة تلتوا أنتوا يان على نص المسافة لتبلشوا مرحلة جديدة. مرحلة جديدة يا خي، أموال منهوبة بدها ترجع، يا خي عندنا بدنا أشغال، نحن ما حدا شبابنا بالعمر لازم نشتغل يعني. نهبونا، سرقونا، لا أشغال، لا حكمة، ولا شيء نهائي. رسالة للمتربصين بهذا الحراك، هل أنتوا رح توقعوا بفخ أي عمل أمني أو أنه توصلوا لمرحلة أنكم؟ نحن سلمية، نزلنا سلمية وحنضل سلمية، بده يجي يعمل شغب هذا لغاية معينة، عم بيحرد العالم على بعض. يعني أنتم ملاحظين أنه صار في وعي سياسي عند الشباب، وعي مجتمعي للحراك؟ أكيد كله صار فهمان اللعبة شو هي، كله فهم اللعبة. بدنا نرجع الأموال المنهوبة أول شيء، ثاني شيء أنا اسمي هاد محمد زعيتر، على أقل الوظائف بس عم يعرفوني اسمي هاد زعيتر، دغري بيحكوا لي براسهم، والله نرجع من دقلك بعد فترة، عم نعاني من كافة النواحي، أول شيء الأموال المنهوبة كلها بدها ترجع، من رياض سلامة ومئات السنيورة الحريري بري كلهم سرقوا البلد، كلهم يعني كلهم، نصر الله أشرف منهم. بس بدي أقول شغلة كنا، سوري، يلا، بونجور، بونسوار. كنا نحن بالأشرفية اللي كانت مسكرة إلا بساسين بس كانت مظاهرات. اليوم بالذات يعني تقريباً على 6-7 قطعنا طريق قدام الحكمة بالأشرفية، استرجينا لأول مرة أن نقطع الطريق. أنا قلت أنه كان حلمي نحقق تسكير طرقات قدام الحكمة وتحقق أي شيء. إن بعض الإعلام حط أنه عم نحرق دواليب وانه ما نسلمية القصة 100%، ولكن انا والشباب هونيك اوكي في شغلة بدي وصلها كتير مهمة، انه الحكام معهم كتير مصاري، حكام معكم كتير مصاري، تركوا الشعب، زبطوا له الطرقات، زبطوا له الجامعة، زبطوا له المدارس، الا اذا في اهداف وراها. انه ما عم تلاحظوا انه في تقارب بين الساحات بمختلف المناطق، سيما ضمن بيروت او مع المناطق الاخرى، او في ساحات مختلفة. بصراحة انا عم بحكي عن الميادين، اوكي، منا لبنانيه، منا محزبة. ليه عم تصوي؟ منا محزبة، انا ما عم لاحظ في تقارب بين الساحات. في اشياء ساحة جل الديب، شيلها على جنب، كل الساحات نفس المطالب، نفس الاحتياجات، نفس الوجع. بتحس صار في اتصال بين المجموعات؟ ما بدنا يصير في اتصال، بدنا اياها هيك عفويه مثل ما هي. ما بدنا
الغاية نوصل للأهداف اللي بدنا إياها. نعمل لبنان أول شيء تسقط الحكومة، أول شيء تسقط الحكومة، بعدين كل حادث له حديث. عطلوا البلد سنتين مشان يعملوا رئيس جمهورية، ما حدا قال لهم وينكم وشو عم تعملوا وليش هالقد وليش عم تاخذوا وقت، عم بخوفونا من الفراغ ونحن عشنا بفراغ لسنتين. رئيس الحكومة، رئيس الحكومة تسع شهور العالم ضايع على الطرقات ما عم تعمل شيء. هلا بكره بدنا نعمل شيء، ما هيك؟ هلا منزلين الجيش اليوم بده يفتح الطرقات مثل بعضها، ساحة جل الديب شيلوها من المعادلة. الشعب اللبناني لازم ينزل ينام بالطرقات الليلة لأنه الجيش بده يفتح الطرقات. بس بتمنى من الثوار، ولا عن جد أنا قلبي صار وجعني عليهم، بتمنى انه هاي قصة الاحتفالات وقصة الأراجيل وقصة اللي عم بيصير هلا يتوقف ويبلش الشعب بانتفاضة. عم بعطي رأيي مو المعروف، يبلش الشعب بانتفاضة حقيقية. خلصنا احتفالات وسلمية، بلش بانتفاضة شعبية كلنا ايد وحدة، لأنه هذا الشيء اللي عم بيصير هلا لازم يتوقف. قبل اسقاط الحكومة كل الأموال منهوبة، كلها بدها ترجع. أنا مواطن خالص جامعة مش عم لاقي وظائف أبدا. أيام من الآخر من هون مش لحنفال، نحن مش جايين نتسلى ولا جايين نلعب ولا جايين من هون مش لحنفال، وخلصت جايين الحق مطالبنا. نعم محمد، واضح أن المطالب متقاربة بين كل الساحات بحسب الرسائل التي تأتينا من مراسلي الميادين على الأرض. بس حب توصل فكرة أن السيد ما أنه لا نايب ولا وزير ولا رئيس ولا حدا. السيد محبوس بين 24 ساعة بين أربع حيطان، والسيد ما عنده مصاري بالبنك مثل ما بيحكوا. السيد مزبوط ما عنده حق، أنه سرقنا حرامي سرق قلوب العالم، عم بيقدم شهادة السيد. نعم محمد، إذن أيهم كما بات ملاحظا من مجمل الآراء المختلفة هنا. نعم. بين مختلف الشرائح الشبابية. نعم. الموجودة هنا من كل وتجمع على أهداف واحدة، هذا هو الأهم. اليوم زعتر وزاد. شو مطلبك؟ أنا مطلبي بدي أشتغل يا خي، صار لي 5 سنين بلا شغل. نروح نشتغل مخدرات منشلح، شو بدك نبيع حشيشة؟ أنا عندي بنت بدي ربيها يا أخي. نعم. كسخت الحكومة كلها بهاي. طيب إذن. نعم. أيهم، هذه بعض المطالب الشبابية التي كما سبق وقلت لك أن البات بحاجة لتنقض. نعم. تحت طائرة سياسي ونقاب ربما تنسيق معين. أشكرك يا محمد. نعم. إلى مستوى أعوى الأسبوع الأول. نعم. أشكرك محمد جرادي، كنت معنا من ساحة الشهداء. أشكر أيضا مراسلتنا فاطمة قاسم، كانت معنا وكنت معنا من ساحة رياض الصلح. الجيش اللبناني أكد أنه ملتزم الدفاع عن حماية الوطن أرضا وشعبا، وأن جنوده منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة لمواكبة تحرك المواطنين السلمي ولحمايتهم في هذه المرحلة الدقيقة. الجيش تمنى في بيان على المواطنين التعاون معه من أجل إبقاء الطرق سالكة، وقال أنه لم يألو جهدا في الأيام الماضية في التواصل مع كل الفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين. البطريرك الماروني والكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكد أن ما يشهده لبنان هو انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف وتدابير استثنائية. الراعي، وبعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، دعا السلطة إلى اتخاذ خطوات جدية وشجاعة لإخراج البلاد مما هي فيه، كما دعا رئيس الجمهورية إلى بدء مشاورات لاتخاذ القرارات اللازمة. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ثمن ما وصفها بوقفة الشعب اللبناني، وأعلن احتضان دار الفتوى لمطالب المتظاهرين. دريان دعا المسؤولين اللبنانيين إلى النظر بإيجابية لمطالب الشعب اللبناني الذي يئن متألما من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية، ونبه من خطورة تداعيات عدم معالجة القضايا الحياتية والمعيشية. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رأى أن لبنان لا يتحمل الإغلاق مبديا خشيته من الفراغ، وفي لقائه النيابي الأسبوعي قال بري أن الحراك في لبنان يحقق المطالب التي كان سباقا في صرخته لتحقيقها منذ عشرات السنين، لافتا إلى أنه يسجل للحكومة إقرارها الورقة الإصلاحية وأن العبرة هي في التنفيذ.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارا ادعت فيه على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع، وذلك على طريق حصولهم أو عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة وأحالتهم على قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم. مصدر قضائي قال للميادين أن المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون لا تستطيع الادعاء على ميقاتي في بيروت، وأشار المصدر إلى أن الادعاء بحق ميقاتي لم يصل إلى النيابة العامة التمييزية، كما أن الادعاء على ميقاتي يستلزم رفع الحصانة النيابية عنه. في المقابل رد ميقاتي على الدعوى القضائية وأكد في مؤتمر صحفي أنه تحت سقف القضاء اللبناني. والكل بيعرف وأعلنت مرارا وتكرارا أني أنا تحت سقف القضاء. أول يوم طلعت القصة طلبت من المحامين أن يتحركوا ويطلبوا تحريك الحق العام لدى المدعي العام المالي. فمدعي العام المالي بعد ما نظر بالموضوع قرر حفظها لأنه لا جرم علي فيها. أصلا أنا شخصيا ما لي اسم بالموضوع بتاتا. رغم كل ذلك بقول أنا أحترم القضاء وأنا تحت سقف القانون، وأنا كلني ثقة برئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز. ميقاتي طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون بعدم تسييس القضاء ورفع اليد عنه. خلص تسييس القضاء لا يجوز أن نبقى هكذا. ما بيصير تستعملوا القضاء لقضاء حاجاتكم. ما بيصير تستعملوا سيف وراء الأوادم فوق رؤوس الأوادم. هالشيء لا يجوز له بشكل من الأشكال. فخامة الرئيس كلمة لك كمان، ساعد على عدم تسييس القضاء. فخامة الرئيس رفعوا إيدكم عن الجيش. فخامة الرئيس اسمحوا ما تكتموا الإعلام، خلوا الحرية الإعلامية موجودة. اوعى، أنا عم بقول لك كمواطن وعم بقول كمواطن مخلص ومخلص لعهدك. أشار الصحفي غسان سعود إلى وجود أشخاص معينين يتنقلون عبر الشاشات ويهاجمون حزب الله. سعود وضمن برنامج المشهدية أكد وجود مطبخ يعمل لاستغلال الحراك، قائلا إن هناك فريقا في لبنان يريد الفوضى وأن بعض السياسيين يستثمرون ذلك. مين في يتخيل أن هول الأفرقاء ما حيجربوا يعملوا كل شيء لتوريد حزب الله وللهجوم على حزب الله ولاستخدامه ضد حزب الله؟ نعم. الواضح لليوم أنه ما في قرار أمريكاني جازم بأنه نحن عم نعمل معركة. أكيد مبسوطين باللي عم بيشوفوه، أكيد أنه حزب الله يتعرض لبيئته تطلع تقول أنا عندي مطالب اقتصادية وأنا ونوابي مش عاجبين، هذا الشيء بيبسط أمريكا جدا. أكيد أنه شريك حزب الله المسيحي القوي يبطل شريك مسيحي قوي ويصير عنده أزمة بالشارع كمان شيء بيبسط خصوم حزب الله كتير. كمان أنه الرئيس بري اللي هو شريكه الاستراتيجي لحزب الله يتعرض لما تعرض له بالست أيام الماضية كمان شيء بيبسط أمريكا كتير. كل هول المكونات إذا منحطهم أكيد أمريكا اليوم مبسوطة كتير. نعم. بغض النظر إذا هي شريكة فعلية بعملهم أو لا، النتيجة تبسط أمريكا جدا، ونتيجة يجب أن تدعو حزب الله للانتباه أكثر لهذا الحراك. سعود أشار إلى وجود فريق يحاول ركوب موجة التظاهرات في بيروت للمطالبة بحكومة تكنوقراط، وأضاف أن هناك توافقا تاما بين الرؤساء الثلاثة وحزب الله على أي حل محتمل. أكيد أنه في توافق رئيس مستقبل حريري الرئيس بري، هيدول متفقين على كل شيء، وأي حل حيجي أي اقتراح رئيس حيجي. رئيس حريري رئيس بري؟ رئيس الجمهورية رئيس الحريري حزب الله ورئيس نبيه بري. يعني أكيد بقل اشتراكي. ايه أكيد هول أربعة هول متفقين على كل شيء، وهول مستحيل يختلفوا، لأنه الرئيس الحريري ما عنده أي مكان إقليمي أو دولي يروح لإله أبداً، هو حاسم أنه هون خياره. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استعداد الجامعة لدعم أي جهود من شأنها حل المشكلات الاقتصادية في لبنان وتحسين الأوضاع المعيشية. أبو الغيط أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تناول فيه التطورات الأخيرة، وأكد حرص الجامعة العربية على استقرار لبنان ومعالجة المشاكل المزمنة بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب. بين ساحة رياض الصلح ومبنى العزرية في قلب بيروت حيث الاحتجاجات المطلبية المستمرة، استعاد المحتجون اللبنانيون مسرحا من الأنقاض والنسيان، هو التياترو الكبير الذي أسقط في هوة التجاهل على يد خطة إعادة الإعمار الموجهة والتي شهدتها العاصمة في بدايات التسعينيات من القرن الماضي.
make the place different. The chairs broken. أقفلته الحرب ودمرت أجزاء منه، ثم جاء الإعمار الموجه من دون روح ليطويه في مجاهل النسيان والإهمال، لكن صرخات الناس وبحثهم عن الحقائق أزالا أبواب الحديد والجدران الإسمنتية عن وجه المسرح الكبير الذي سماه اللبنانيون في سنوات العز التياترو الكبير. كأن الشباب اللبنانيين يكتشفون من جديد ذاكرة آبائهم وأمهاتهم التي طمسها مشروع تعليب المدينة داخل مجمعات الباطون والاقتصاد الريعي. هنا التاريخ يخرج من ظلمات وسط بيروت التي عاد المحتجون ليسموها باسمها الأصلي البلد، وها هم أولاد البلد يدخلون إلى مسرحهم الراحل كأنهم يزورون معلماً هرماً كئيباً بأسسه وجدرانه المتهالكة، حتى أن بعض المهندسين حذروا من أن المبنى الذي يضم المسرح آيل للتصدع في حالته الراهنة، ولا سيما تلك الزوايا والسقوف التي صنعت من الزجاج الملون والتي استيقظت بمجرد تسلل أشعة الشمس وحرارة أنفاس المحتجين الذين أرادوا الاحتماء داخل المسرح واكتشافه. خلع المحتجون كل العوائق والستائر الحديدية التي كانت تمنع المسرح من التنفس. دخلوا إليه ففاجأهم الفراغ الرابض بثقل السنين والنسيان المر، فكانت ردة فعلهم الهتاف لبيروت لعلهم يوقظون تلك الأزمنة التي كان فيها التياترو الكبير شعلة المسرحيين اللبنانيين والعرب والأجانب. وبالفعل فإن ما رآه الناس داخل مسرحهم يدمي القلب، فالهندسة المعمارية التي صمدت ملامحها برغم تجاعيد الزمن تشي برقي ماض مر على بيروت. يقول المحتجون إن شركة سوليدير التي وضعت يدها عليه تريد خلعه من التاريخ والذاكرة. فاصل قصير نواصل بعده النشرة. من جديد أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على تركيا. وفي كلمة ألقاها بالبيت الأبيض أكد تغيير المسار في السياسة التي تنتهجها إدارته في الشرق الأوسط. تقرير محمد كريم. بعد أقل من 24 ساعة على الاتفاق الروسي التركي المتعلق بوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء العقوبات الأمريكية على تركيا. وفيما أشاد ترامب بالتزام تركيا والكرد بالاتفاق الذي أبرمته واشنطن معهما، هاجم السياسات الأمريكية التي اتبعتها الإدارات السابقة في الشرق الأوسط. سياسات الإدارات السابقة في تغيير الأنظمة أدت إلى المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. إن منتقدين هم أنفسهم من جروا الولايات المتحدة إلى فوضى الشرق الأوسط من دون رؤية. يجب على دول المنطقة تحمل مسؤولية مساعدة تركيا وسوريا على حماية حدودهما. هجوم الرئيس على الإدارات الأمريكية السابقة حفز قادة الكونغرس على مزيد من التباين معه، تباين حتى مع حلفائه الجمهوريين الذين أكدوا صواب المسار السياسي السابق. آمل تخفيف الإدارة الضرر الناجم عن قرارها سحب كل القوات الأمريكية من شرقي سوريا، وخاصة أن لدينا جملة من الخيارات لرسم سياساتنا الخارجية بما يخدم مصالحنا. محاولات الكونغرس ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم تفلح في إقناع ترامب بمعاقبة أردوغان، فقد أكد الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي نظيره التركي كما كان مقررا في البيت الأبيض الشهر المقبل. أفرز خطاب الرئيس الأمريكي حجم الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن السياسات السابقة في سوريا، فترامب ثبت اتفاق وقف إطلاق النار على نحو دائم دون وجود عسكري أمريكي بخلاف طموحات مختلف أركان المؤسسة الأمريكية. محمد كريم، واشنطن، الميادين.
أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض للصحفيين أن جزء من القوات الأمريكية الموجودة في سوريا سيبقى هناك وسيتوجه جزء آخر إلى العراق. المسؤول الأمريكي وحمل القوات الكردية مسؤولية اعتقال أي سجين من داعش هرب خلال العملية التركية. وأكد أن إدارة الرئيس الأمريكي تريد الحفاظ على علاقة جيدة بالكرد. المسؤول في البيت الأبيض وصف تركيا بالحليف الاستراتيجي مشددا على ضرورة الحفاظ على علاقات استراتيجية معها. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات السورية ستقيم 15 مركزا على الحدود مع تركيا. هذا وبدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورياتها في عين العرب شمال شرق منبج السورية وفق ما أفاد به مراسلنا في موسكو. في موازاة ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تبلغت من الولايات المتحدة انسحاب كامل المقاتلين الكرد من شمال شرق سوريا وأنه لم يعد من حاجة إلى عملياتها العسكرية هناك. الاتفاق الروسي التركي لإبعاد الوحدات الكردية عن الحدود السورية التركية المشتركة وانتشار حرس الحدود السوري مع الشرطة العسكرية الروسية ينزع فتيل الحرب بين سوريا وتركيا وينهي فعليا مشروع المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية شرق الفرات. محمد الخضر. الشرطة العسكرية الروسية تعبر جسر قرقزاق باتجاه عين العرب الحدودية مع تركيا. تنفيذ متسارع للاتفاق الروسي التركي بدأ بإعلان تركي عن وقف العملية العسكرية شمال سوريا، فيما تأخذ عملية انسحاب الوحدات الكردية مع سلاحها الثقيل 30 كيلومترا عن الحدود مهلة 150 ساعة بمساعدة الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري. تحقق تركيا بعض أهدافها وفقا للاتفاق، أبعدت الوحدات الكردية عن حدودها وحافظت مؤقتا على وضع راهن بين رأس العين وتل أبيض، مع أن مجمل الاتفاق يعني عمليا دفن مشروع المنطقة الآمنة باعتبارها عدوانا على الأراضي السورية. في المقابل تحقق سوريا مكاسب واضحة على طريق استعادة سيطرتها على كل شبر من أراضيها. ينتشر الجيش السوري وفقا للاتفاق في جميع المناطق التي ينسحب منها المقاتلون الكرد بما فيها منبج وتل رفعت شمال شرقي حلب، كما تستفيد دمشق من العودة إلى تفعيل اتفاق أضنة الذي يضبط الحالة الأمنية عبر حدود البلدين. واقتصاديا تترقب استعادة ثرواتها النفطية استنادا إلى تطورات المشهد شرقي الفرات، ووفق دعم روسي يبدد المحاولات الأمريكية لإبعاد دمشق عن ثرواتها الطبيعية. روسيا بدورها توسع عبر رعايتها للاتفاق حضورها في معالجة الملف السوري، تشرف على التنفيذ الصعب مع قوى كردية اكتشفت بعد سنوات خسارتها الفادحة من جراء رهانها على واشنطن، وتسجل موسكو نجاحها بنزع فتيل مواجهة كبيرة بين سوريا وتركيا، مشهد لاقى ارتياحا واضحا من الحليف الأمريكي السابق للكرد مع إعلان الرئيس دونالد ترامب أن مهام قواته انتهت وأصبح الكرد آمنين وتم تأمين معتقلي داعش، فيما رأت إيران حليفة سوريا والراعية في عملية أستنا مع روسيا وتركيا الاتفاق خطوة إيجابية لإعادة الاستقرار وإنهاء النزاع في شمال سوريا. حقق اللاعبون أقصى ما يمكنهم من أهدافهم عبر اتفاق سوتشي الجديد، محطة أخرى على طريق استعادة دمشق سيادتها على كامل التراب السوري مع تعهدات واضحة في الاتفاق جوهرها الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها. محمد الخضر، دمشق، الميادين. وزارة الدفاع التركية أعلنت بدء الإجراءات المشتركة بين تركيا وروسيا في إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الرئيسين التركي والروسي. المتحدثة باسم الوزارة أشارت إلى أنه لم يعد هناك داع لتنفيذ عملية جديدة في هذه المرحلة خارج نطاق العملية الحالية. ليست هناك حاجة لإطلاق عملية جديدة مغايرة لعملية نبع السلام في هذه المرحلة، وذلك في إطار الاتفاقية التي تضمن أمن حدودنا وإزالة عناصر قصد الإرهابيين إلى عمق 30 كيلومترا. لقد جرى الانتهاء من فترة 120 ساعة التي اتفق عليها في 17 من تشرين الأول أكتوبر، وراعينا جميع الحساسيات خلال تنفيذ بنود تلك الاتفاقية، كما أبلغنا الولايات المتحدة اكتمال انسحاب المسلحين الكرد من المنطقة.
الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ رحب بالاتفاق بين تركيا وواشنطن لوقف إطلاق النار في شمال سوريا. أما بشأن الاتفاق بين موسكو وأنقرة فقد رأى أنه من المبكر الحكم عليه. ستولتنبرغ جدد على أهمية الحل السياسي في سوريا، معتبرا أن الحل السياسي يتطلب إيقاف العنف والصراع أولا ثم التقدم نحو مفاوضات حقيقية. وأكد التزام الناتو بمحاربة تنظيم داعش وضمان عدم ظهوره مجددا. في غضون ذلك انتشر الجيش السوري في قرى وبلدات متعددة باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة الرقة بهدف التقدم باتجاه القوات المنتشرة في ريف الرقة والالتقاء بها لتأمين خط إمداد بري باتجاه الحسكة. أرتال الجيش السوري تخترق الريف الممتد بين بلدة تلتمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وصولا إلى أطراف الحدود الإدارية لمحافظة الرقة. وحدات الجيش السوري انطلقت من بلدة أم الخير التي تمركزت فيها منذ أيام متعددة وتقدمت جنوب طريق حلب الدولي. انتشار الجيش يرمي إلى التقدم باتجاه القوات المنتشرة في ريف الرقة والالتقاء بها لتأمين خط إمداد بري باتجاه الحسكة للمرة الأولى منذ العام 2012، وهو ما يتيح له نقل أسلحة ومعدات ثقيلة برا تمهيدا لمتابعة تطبيق بنود التفاهم مع قصد على الانتشار عند الحدود الشمالية لمحافظة الحسكة. إن شاء الله قريبا جدا راح يتم اتصال قوات الجيش العربي السوري الموجودة في محافظة الحسكة مع القوات القادمة من الطبقة. تقدم من شأنه أن يمهد لسيطرة كاملة للجيش السوري على الطريق الدولي حلب الحسكة حتى الحدود العراقية، ما يسهم لاحقا في افتتاح معبر اليعروبية وتأمين طريقه التجاري بالكامل. نواصل العمل على هذه المسيرة الطاهرة، ونؤكد أننا سوف نقوم بدحر كافة الإرهابيين عن كل شبر من أرضنا العربية. دخول وحدات الجيش السوري ترك ارتياحا شعبيا لدى الأهالي الذين عبروا عن ثقتهم بأن الجيش وحده هو القادر على حماية التراب السوري. كنا يعني فترة عشنا بذل طيران يقصف بينا وتركي وكذا. تمام والحمد لله، يعني هذا شيء مفرح أنه شفنا هالجيش السوري. خطوات الجيش في الشمال والشرق السوريين تأتي بالتنسيق والتفاهم مع الكرد بهدف إعادة المنطقة إلى كنف الدولة السورية واستثمار مواردها الاقتصادية. دخول الجيش السوري إلى مدينة عين العرب في ريف حلب يطمئن أهالي المدينة ليعيدهم تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية. عاد العلم السوري ليرفع على معبر مرشد بنار الحدودي مع تركيا، معيدا الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في مدينة عين العرب في الريف الشمالي الشرقي لحلب. فبعد غياب دام 7 سنوات بات العلم السوري دافعا أساسيا لاطمئنان الأهالي وعودتهم إلى منازلهم التي نزحوا عنها خوفا من العملية العسكرية التي لوحت بها تركيا ضد هذه المدينة بحجة محاربة قوات قسد التي كانت متمركزة فيها. حبيت منكم أن وضع هون الاستقرار، وبعد ما دخل أخوان الجيش العربي السوري إلى مدينة الكوباني وانتشروا بالمناطق الحدودية من ريف الكوباني الغربي للشرقي. لم يطل سكون عين العرب حتى امتلأت بالمواطنين من جديد. المحال التجارية فتحت والشوارع يملأها المارة، فعربات الجيش وألياته الثقيلة التي تواصل التوافد إلى هذه المدينة الحدودية بعثت الراحة في نفوس الأهالي، وبات معظمهم على يقين بأن الجيش السوري هو الضمانة الأكبر لحمايتهم، مؤكدين ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانبه لمواجهة أي اعتداء بشتى الطرق. نحن بالبلد بارحين والعالم كله بمحلاته وعالم رجعوا، كنا خايفين، طلعنا برات البلد اكثر من كذا يوم تشردنا، والحمد لله رجعنا على البلد والبلد بخير وبسلامه.
يعني نحن لازم الشعب الكردي الشعب العربي ايش شعوفي لازم يتكاتفوا مع بعض، لازم نواجه مع بعضنا امور صعبه، ما لازم نهرب من امورات التافهه. بهدوء وبعد دخول الجيش السوري تزاح اثقال الحرب عن كاهل الاهالي ليعودوا الى جلساتهم المعتاده تؤنسهم نسائم مدينتهم ويستمدون عزيمه الحياه من ارضها. فالحرب التي طرقت أبواب مدينتهم من أطرافها الشمالية عادت وانكفأت لتبسط الدولة السورية سيادتها على معظم مناطق شرق الفرات. أعلنت الأمم المتحدة أن العملية العسكرية التركية أدت إلى نزوح أكثر من 176 ألف شخص، 80 ألف منهم على الأقل من الأطفال. صورة عن حالة بعض النازحين في التقرير الآتي لهبة محمود. كما يفترض بها تمتلئ هذه المدرسة بالأطفال، ولكن درسهم اليوم قاس، فهنا يختبئون وينامون ويعيشون 178 شخصا من 38 عائلة، معظمهم من رأس العين من تلك البلدة الحدودية التي شهدت الكثير من القتال. على أساس الطيران يضرب برات رأس العين، رأس العين على أساس ما فيها شيء. بالليل الساعة 3 بالليل قام القصف بالمدينة، طلعنا هجينا، يشعر ايش يعمل؟ يعني قضبني قال لي وين كنت؟ اقول له نازح ليش جزعت؟ انت مع النظام ولا مع اليبكة ولا مع هذه؟ والله اني لا مع ذول لا مع ذول لا مع ذول، انا زلمة كبير قاعد ببيتي. الشتاء يقترب ومعه تكبر مشكلة هؤلاء الذين يحتاجون إلى التدفئة وغيرها من الخدمات، فيما تزداد الخشية من عدم وصول الإمدادات إليهم بعد مغادرة معظم منظمات الإغاثة الدولية المنطقة. نحن منظماتنا محلية، كل إيش ما في واحد عم بيشتغل بالمدارس محليين، مكانيات كتير قليلة، ما عندنا كتير هذاك مثل ما تقول قوية، بدنا بس مساعدات من المنظمات الدولية. نحن منظماتنا محلية قليلة، بعد فترة رح تخلص. رحلة النزوح لم تكن إلى الحسكة فحسب، بل عبر نحو 7100 كردي سوري الحدود إلى العراق أيضا. هناك الخيام المتنقلة تكشف معاناة أصعب. لا، وقف إطلاق النار مجرد لعبة، يعني المشروع أكبر من هيك، مشروع يستهدف سوريا كبلد أولا، وبالتفصيل في محافظة الجزيرة الأكراد. ما لنا متفائلين لأن القوة العالمية يعني في تفاهمات مخفية على حساب الناس، وهذا شيء واضح، والشعب هو اللي راح يدفع الثمن. لقد اختصر المشهد بجملة قصيرة من 3 كلمات: الشعب سيدفع الثمن. أصدرت اللجنة الحكومية العليا للتحقيق بنتائج التظاهرات تقريرها حول التطورات التي أدت لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في تظاهرات العاصمة العراقية وعدد من المحافظات. التقرير جاء بعد طلب المرجع الديني السيد علي سيستاني التحقيق في الأسباب في وقت تستعد فيه بغداد ومدن عراقية لتظاهرات جديدة يوم 25 من الشهر الجاري. عبد الله بدران. تستعد العاصمة العراقية بغداد ومعها محافظات في الوسط والجنوب لتظاهرات في 25 من الشهر الجاري، تظاهرات تنتقل مطالبها من حقوق ثبتها دستور البلاد إلى توفير فرص العمل وملاحقة الفاسدين وصولا إلى تغيير النظام بكامله. في الشارع لا صورة واضحة لشكل التظاهرات التي تستعد لها المدن العراقية ولا معرفة لهوية منظميها. عشية التجهيز لها والذي يتم عبر مواقع وحسابات وشخصيات ومصطلح عليه بالتنسيقيات، تدرج دخول التيار الصدري لها عبر تضامن أول الأمر وبعده دعوة الجمهور إلى التهيؤ مرة عبر الصدر ومرة عبر مقربين منه. في بغداد ومحافظات وسط العراق وجنوبه يتهيأ شبان للمشاركة في التظاهرات، والبعض الآخر يتابع ويرصد ويحلل ما يجري. أريد حكومة سلمية تتداول للسلطة، نعم صحيح، وأريد حاكم يعني صدق يحس بالعالم، مو ننتخبهم ورا فترة ينعزلون عن العالم كأنه ما عايشين بغير كوكب. أنا علي أريد أعيش أهلي، وأريد الشغل إلي، واللي ما عنده تعيين يصير عنده تعيين، واللي ما عنده سكن يصير عنده سكن. قلق حقيقي سببه كما تقول قوى سياسية عديدة
المنظم المجهول لهذه التظاهرات، فبينما تؤيد قوى سياسية الاستعدادات على قاعدة حق التظاهر، تبقي قوى سياسية أخرى نفسها في المنطقة الرمادية، وتحذر ثالثة من مجهول أمني إن لم يتبنى طرف معروف الاحتجاج، بالرغم من تشكيل قوة أمنية جديدة باسم حفظ النظام. لا أصلاً أن المشكلة تكمن في أن الواقع الأمني هو بحاجة أصلاً إلى حماية المتظاهرين وليس لمهاجمة المتظاهرين. وبينما اتفق كل الأطراف السياسيين على ضرورة ثابتة هي الدعوة إلى إبقاء التظاهرات سلمية، لم يتحدد حتى الآن لا هدف التظاهرات المقبلة ولا سقف مطالبها ولا شعاراتها. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. في مشهد حضاري يجسد التداول السلمي للسلطة في تونس، تولى الرئيس المنتخب قيس سعيد المسؤولية في قصر قرطاج خلفا للقائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد الناصر. يأتي ذلك بعد جلسة استثنائية في البرلمان أدى خلالها اليمين الدستورية، مشددا في أول خطاب له على التزامه بحفظ الأمانة وصون الحقوق والانحياز للقضايا العادلة. عماد شتارة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها. مرحلة جديدة تدخلها تونس تحت أنظار العالم في كنف احترام التداول السلمي للسلطة واحترام الآجال الدستورية في الاحتكام إلى خيار الشعب. شعبنا أمانة ودولتنا أمانة وأمننا أمانة وأنات الفقراء والبؤساء أمانة. من رحم الشعب قدم، وبأناته ومعاناته يؤكد أنه ملم ليعلن فتح صفحة جديدة في التاريخ تؤسس للبناء وتخطي كل الحواجز في ظل علاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على الثقة. أن الحرية التي دفع شعبنا ثمنها غاليا من أجل الوصول إليها وممارستها في إطار الشرعية لن يقدر أحد على سلبه إياها. رسائل عديدة أطلقها سعيد إلى الداخل والخارج، حرص فيها على تأكيد إيمانه باستمرارية الدولة واحترامها لمعاهداتها وحياد مؤسساتها عن التجاذبات الحزبية وترسيخ علوية القانون وتحقيق مطالب الشغل والكرامة للفقراء والمهمشين في معركة تبدأ بصون المال العام وضرب أيادي الناهبين. وقت رئيس الجمهورية في خطاب تنصيبه يعتبر نقطة محاربة الفساد هي نقطة رئيسية، هذا مهم من حيث الرمزية السياسية. فصل فصلا واضحا وعميقا بين العلاقة مع اليهود والعلاقة مع الصهاينة الذين يحتلون أرض فلسطين. في مشهد حضاري يسلم محمد الناصر الأمانة في الآجال الدستورية ليزيح عنه أعباء حكم إلى راغب في تحملها بتفويض من الشعب. إلى معترك السياسة بمتاعبه ومزاياه في قصر قرطاج يمضي قيس سعيد في اختبار جدي لمدى قدرته على تجسيد المبادئ التي آمن بها وتعهد بتحقيقها. عماد شتارة، تونس، الميادين. الرئيس التونسي دعا إلى وضع حد للمظلمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والمستمرة لأكثر من قرن، وأكد أن تونس ستبقى مناصرة لكل القضايا العادلة وأولاها القضية الفلسطينية، مشددا على أن هذا الموقف ليس موجها ضد اليهود. وستبقى تونس منتصرة لكل القضايا العادلة وأولها قضية شعبنا في فلسطين والحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم الكثيرون بالتقادم، لأن فلسطين ليست قطعة أرض مرسمة في سجلات الملكية العقارية، بل ستبقى في وجدان كل أحرار تونس وحرائرها
منقوشة في صدورهم. وما هو منقوش في الصدور لن تقدر على فسخه القوة أو الصفقات. ليس هذا الموقف موقفاً ضد اليهود على الإطلاق، فقد حميناهم في تونس حينما كانوا ملاحقين وسنحميهم. الرئيس البوليفي والمنتخب إيفو موراليس يعلن حالة الطوارئ للدفاع عن الديمقراطية في وجه أعمال الشغب، ويندد بانقلاب تنفذه القطاعات اليمينية رفضاً لفوزه. سارة الحاف. حال الطوارئ أعلنها الرئيس البوليفي المنتخب إيفو موراليس من دون أن يحدد نطاقها للدفاع عن الديمقراطية في وجه أعمال الشغب بحسب قوله، منددا بانقلاب تنفذه القطاعات اليمينية رفضا لفوزه. أود أن أعلن حال الطوارئ وأدعو لحشد سلمي للدفاع عن الديمقراطية بسبب الانقلاب. لا يسمحون باستمرار العد، هم يحرقون مؤسسات الدولة كالبنى التحتية لمختلف المحاكم الدائرة. من بيت الشعب الكبير أعلن موراليس أنه أحرز النسبة الأعلى من الأصوات بفارق يزيد على نصف مليون صوت عن منافسه، وأن حزبه الحركة من أجل الاشتراكية حقق الغالبية العظمى من المقاعد في مجلس النواب والشيوخ، مؤكدا أنه سينتظر النتيجة الرسمية لتعداد الأصوات. الحكومة البوليفية اقترحت على المراقبين الدوليين التثبت من أصوات المقترعين في انتخابات البلاد ورقة ورقة، بعدما كان موراليس قد حاز نحو 46% من الأصوات في الانتخابات، ما يخوله الفوز بولاية رئاسية جديدة. أما منافسه كارلوس ميسا فقد حصل على 36% من الأصوات. الأخير رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأعقبت إعلان النتائج أعمال عنف شملت إضرام النار في مبنى المحكمة الانتخابية في سوكري العاصمة الدستورية للبلاد، وطاولت أعمال نهب مقر الحملة الانتخابية للحزب الحاكم. وكانت المعارضة قد نفذت إضرابا عاما وسط تظاهرات وأعمال شغب احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما دعت الحركات الاجتماعية والمنظمات الجماهيرية البوليفية إلى التظاهر دفاعا عن انتصار موراليس. تذكير بعناوين النشرة. في اليوم السابع من الاحتجاجات في لبنان، مواقف لمرجعية دينية والرئيس عون يتحدث اليوم عن المستجدات الأخيرة. ترامب يعلن تغيير مسار السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ويؤكد الإبقاء على قوات في سوريا لحماية آبار النفط. الجيش السوري يدفع بتعزيزات إلى الشمال بعد إقامة 15 مركزا على الحدود ودوريات مشتركة روسية تركية في المنطقة. لجنة التحقيق العراقية تصدر تقريرها حول الأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة، وبغداد تستعد لتظاهرات جديدة غدا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس. قيس سعيد يقسم اليمين الدستوري رئيسا لتونس، ويؤكد مناصرة بلاده لكل القضايا العادلة وأولاها القضية الفلسطينية. الميادين دوت نت، موقعنا على الإنترنت. موجز أخباري على رأس الساعة.